أيضا قالت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر إن الحكومة ناقشت قانون التأجير التمويلي والتخصيم على أن يعرض في اجتماع الحكومة بعد القادم. وأوضحت في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد يأتي لكونهم من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية. عبر الهاتف لمزيد طبعا من إلقاء الضوء والمعرفة الدكتور شهناز رشاد الخبير المالي ورئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي. دكتورة شهناز أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة أون لايف. بداية التأجير التمويلي يعني لو تعطينا لمحة سريعة عنه. أهلا بحضرتك. هو الحقيقة التأجير التمويلي هي أحد الأدوات المالية غير المصرفية. ببساطة شديدة هي بتبقى علاقة ما بين شركة تأجير تمويلي ومشروع صغير. بتقوم العلاقة دي على أساس أنه شركة التأجير التمويلي بتمول للمشروع الصغير شراء أصول استثمارية، قد تكون معدات، آلات، سيارات، خطوط إنتاج، بغرض طبعا اقتصادي، قد يكون انتاجي خدمي. وفي الحالة دي طبعا التأجير التمويلي بيتميز انه هو المشروع الصغير مش محتاج انه هو يحط دفعة مقدمة كبيرة، لانه هو بيبقى دايما عنده مشكلة في السيولة او وجود ضمانات اللي تسمح له انه هو ياخد تمويل في بداية المشروع، وبالتالي هو بيقلل التكلفة الاستثمارية للمشروع الصغير في بداية نشاطه. نعم، يعني بيوظف في حياة المواطن في أي مجالات يعني نفهم أكثر؟ هو الحقيقة ليه تطبيقات كتيرة. هو أساسا التأجير التمويلي وكما نص عليه قانون التأجير التمويلي في جمهورية مصر العربية هو بيعني أكتر الأنشطة الاقتصادية. ممكن نبتدي نتكلم على مصنع، نتكلم على ورشة، نتكلم على كل ما هو نشاط اقتصادي بغرض خدمي صناعي. بيبقى هو ده أنسب آلية للتأجير التمويلي، وزي ما وضحنا هو بيساعد في تقليل التكلفة الاستثمارية خاصة في بداية عمر المشروع. نعم، ما هي فرص نموه؟ يعني أين كان ونحن الآن أين وإلى أين نحن ذاهبون فيما يخص التأجير التمويلي؟ هو الحقيقة التأجير التمويلي هو شهد طفرة في النمو في الفترة في الأونة الأخيرة. وده يعني إحنا بداية لو ابتدينا من وقت تقريبا الثورة كنا إحنا بنتكلم في نمو مضطرد بعد الثورة بفترة وجيزة. إحنا في 2014 كنا حوالي 7 مليار، وصلنا في 2000 قفلنا السنة اللي فاتت ما يقرب من 21 مليار. في نمو مضطرد بيشهده القطاع على جميع المستويات وجميع الأنشطة، ولا سيما أنه هو النهاردة التأجير التمويلي بالنمو احنا بنسعى ونتمنى انه يبقى فيه نمو اكتر في الانشطه الصناعيه زي بالاخص المعدات والالات وخطوط الانتاج. وبياتي هذا الدور بيتضامن مع قانون اخر وهو قانون الضمانات المنقوله. يمكن لحسن الحظ ان القانون واللائحه التنفيذيه الضمانات المنقوله جايه في نفس الفتره اللي بيتم تعديل قانون التاجير التمويلي، وده طبعا هيبقى ليه دور مهم جدا في تنشيط تمويل كل ما هو منقول، لأنه هو بيقدر يضمن للمؤجر حقه في سرعة استرداد الأصل المؤجر. ويعني لو بصينا على الممارسات العالمية كبيست براكتس هنلاقي أنه ألمانيا كدولة مما لا شك فيه دولة صناعية بتهتم جدا بالتأجير التمويلي والتخصيم، لأنه برضو هنتكلم عن التخصيم ليه دور مكمل. وعشان كده حتى أفضل ممارسات في العالم هو جمع ما بين بعض الأنشطة المالية غير المصرفية. في تجارب في ألمانيا، في تركيا، في بيرو، جمع ما بين الأنشطة. ده كان براكتس مهم جدا لأن هم بيكملوا بعض. بيجي هنا دور المكمل ليه من خلال التخصيم. احنا قلنا التأجير التمويلي معني أكتر بالأصول الاستثمارية كتمويل شراء معدات وآلات، بينما التخصيم هو معني بتمويل رأس مال العامل اللي بيحتاجه المشروع الصغير لاستكمال مشروعه من خامات، من كل ما هو خاص
برانينج البروجكت او اداره المشروع. في المانيا احنا حقيقه كان في جوله ميدانيه وشفنا انه البراكتس هناك انه تقريبا كل الضوابط والتشريعات اللي بتجمع ما بين الانشطه الماليه غير المصرفيه تكاد تكون متشابهه او واحده. التأجير التمويلي والتخصيم بيبقوا على اول القائمه، وعشان كده طبعا دي كانت احد التوصيات، مهم جدا ان احنا نجمع ما بين الادوات، وعشان كده لقينا القانون بيجمع ما بين النشاطين لان هما مكملين بعض ولا يتنافسوا مع بعض. نعم، وضحت الصوره. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره شاهيناز رشاد، الخبير المالي ورئيس الجمعيه المصريه للتأجير التمويلي، شكرا لك.